فجر هذا اليوم بحوالي الساعة 2:00 قوات الاحتلال اقتحمت مقر مؤسسة الضمير، طبعا في سياق اقتحام لمدينة رام الله هذه الليلة، وتم سرقة 5 أجهزة كمبيوتر من مقر المؤسسة وذاكرة لكاميرا وبعض الكتب والإصدارات. هذه ليست المرة الأولى التي يتم اقتحام مؤسسة الضمير بها، فآخر اقتحام كان في العام 2012، وأيضا في حين تم مصادرة أجهزة وكاميرات، وحتى اليوم لم نستعيد هذه الأجهزة. نحن نرى أن الاقتحام للمؤسسة يأتي في سياق اقتحام وتهديد وملاحقة وحملة يشنها الاحتلال بحق المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني الفلسطيني منذ سنوات، وتتجلى أحياناً باقتحامات أحياناً باعتقالات. يجب التنويه أن زميلنا أيمن ناصر منسق الوحدة القانونية ما زال رهن الاعتقال الإداري، وجدد له أمر الاعتقال في الأسبوع الماضي. وطبعا يأتي اقتحام المؤسسة في سياق التضييق على عمل المؤسسة ومتابعتها لقضية الأسرى، خاصة ما تقوم به المؤسسة في الآونة الأخيرة من متابعة لملف الاعتقال الإداري والمضربين عن الطعام والمحاكم الغير عادلة والتحقيق والتعذيب وقضايا الانتهاكات التي يواجهها الأسرى، ودور المؤسسة في فضح ومحاولة ومحاسبة دولة الاحتلال على هذه الجرائم. مؤسسة الضمير طبعا تشكر شبكة المنظمات الأهلية الممثلة اليوم بالسيدة شذا عودي مديرة مجلس الإدارة لشبكة المنظمات الأهلية، وطبعا مجلس منظمات حقوق الإنسان الذي يمثل السيد عصام عروري مدير مركز القدس للمساعدة القانونية. وطبعا سأترك المجال لزميلتي شذا لطرح موقف شبكة المنظمات الأهلية. مساء الخير للجميع، شكرا لكل الداعمين والداعمات من الإعلام والمؤسسات اللي جاءوا اليوم يعبروا عن تضامنهم مع مؤسسة هامة ورائدة في مجال الدفاع عن حقوق الأسرى ورعايتهم. شبكة المنظمات الأهلية ومجلس حقوق الإنسان صدر بيان نطلع عليكم يتعلق بموضوع الاقتحام، وكما أشارت الأستاذة سحر هي ليست المرة الأولى التي تعرض لها مؤسسة الضمير وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، وإنما تأتي بسياق حملة مصروعة وشرسة على مؤسسات المجتمع المدني ترجماتها بعدة أشكال وإحداها الاقتحامات ونهب الممتلكات. قوات الاحتلال تقتحم مقر مؤسسة الضمير وتستولي من محتويات شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان يستنكران الاعتداء ويطالبان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 19/9/2019 مقر مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان بمدينة رام الله، حيث قامت بسرقة مجموعة من أجهزة الحاسوب إضافة إلى بعض المقتنيات الأخرى، وغادرت المكان بعدما فتشته وعبثت في محتوياته. ووفقا لشهادات السكان المحيطين بمقر المؤسسة، فإنه في حوالي الساعة 2:00 صباحا من فجر اليوم الخميس اقتحمت قوات الاحتلال مقر المؤسسة الكائن في الطبقة الأولى من عمارة صابات، العمارة المقيمة فيها الواقعة في شارع موسى طواشي بالقرب من دوار الرافدين في مدينة رام الله. وحسب معاينة المقر من قبل موظفي الضمير، تبين أن قوات الاحتلال عاثت فوضى في محتويات المقر قبل أن تستولي على 5 أجهزة حاسوب محمولة، أجهزة اللابتوب، وثلاث ذاكرات لأجهزة حاسوب أخرى، وذاكرة كاميرا التصوير، ومجموعة من الكتب. هذا وتركت قوات الاحتلال ورقة سجلت فيها ما استولت عليه من أجهزة، يعني حرمية شرفاء. وتجدر الإشارة أن هذه هي المرة الثالثة التي يتعرض فيها مقر مؤسسة الضمير للاقتحام والسطو على محتوياته،
حيث سبق وأن تعرض المقر في عامين 2002 و2012 لاقتحامات مشابهة. شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان إذ يعبران عن استنكارهما الشديد لجريمة القرصنة التي اقترفتها قوات الاحتلال والتي تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، وخاصة نص المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني ولا سيما نص المادتين 53 والمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، فإنهما يريان في هذه الجريمة الجديدة استمرارا لسياق متصل من الهجوم على المنظمات الأهلية الفلسطينية ومحاولة تحطيمها بطرق مختلفة، من بينها الهجمات المباشرة ومحاولات التشويه واعتقال وتقييد حق نشطائها في حرية الحركة والتنقل. نعتبر في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان هذا العدوان الإسرائيلي على مؤسسة الضمير خاصة والمجتمع المدني بشكل عام جزء لا يتجزأ من السياسة الاستعمارية الإسرائيلية المستمرة الهادفة للقضاء على كافة أشكال النضال والتواجد الفلسطيني والحد من قدرة الفلسطينيين على الدفاع عن أنفسهم وحقوقهم ووقفهم عن الانتصار لقضاياهم المحقة والعادلة. ونؤكد أنه يأتي في سياق متصل بالهجمة المستمرة على مؤسسات العمل الأهلي الفلسطيني بما في ذلك حملات التشهير المغرضة التي تعرضت لها العديد من هذه المؤسسات، والذي يهدف بالأساس إلى ثني هذه المؤسسات عن القيام بدورها أو إعاقة قدرتها في الاستمرار في الدفاع عن الإنسان الفلسطيني وحقوقه المشروعة وفتح ساحات اشتباك جديدة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وملاحقة ومساءلة قادتها ومسؤوليها عما اقترفوه ويقترفونه من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وعليه فإن الشبكة والمجلس إذ يجددان تعبيرهما عن تضامنهما المطلق مع مؤسسة الضمير وتعقيمها، فإنهما يطالبان المجتمع الدولي وخاصة الأطراف السامية الموقع على اتفاقية جنيف الرابعة بالتحرك العاجل والفعل لوقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المنظمات الأهلية الفلسطينية والعمل على حماية الممتلكات الخاصة والعامة. كما يطالبان مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في حرية التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات بلعب دور أكبر في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المصاعدة ضد المؤسسات الفلسطينية والعمل على مساءلة سلطات الاحتلال عن انتهاكاتها. انتهى مجلس شبكة المنظمات الأهلية ومجلس حقوق الإنسان. مساء الخير للجميع. نحن في منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ننظر بصورة بالغة لهذه الجريمة التي تشكل اعتداء على حرية الرأي والتعبير وعلى حقنا الأصيل في تنظيم أنفسنا في جمعيات ومؤسسات وغيرها من أشكال التنظيم الاجتماعي. مؤسسة الضمير ليست منظمة سرية، هي منظمة تعمل بموجب تسجيل قانوني لها مقرها ويتطلب عملها أصلاً التواصل مع دوائر الاحتلال المختلفة وممثلي سلطات الاحتلال، والاعتداء عليها هو نقرأه ليس فقط في الاعتداء على حق الشعب الفلسطيني في تأسيس الجمعيات، ولكن أيضاً اعتداء على ما تمثله مؤسسة الضمير من دفاع عن حق أسرانا الفلسطينيين في سجون الاحتلال، في حقهم في التمثيل القانوني، حقهم في الرعاية، وحقهم في الحماية من التعذيب،
وبالتالي هذا الاعتداء هو ايضا محاوله للمساس بحق اسرانا في التمثيل القانوني في مختلف الدوائر الرسميه. هذا التصعيد ليس بالامر الجديد، ولكنه توقف منذ فتره، ويبدو انه ترجمه اسرائيليه للموقف الفلسطيني الداعي لازاله الحدود بين مناطق الف وباء وجيم. وفي هذا الصدد وتجنبا للاطالة عليكم عندنا خمس رسائل. الرسالة الأولى باسم الغالبية الساحقة من زملائي المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين. احنا الدفاع عن حقوق الإنسان مش باب رزق لنا. هذه مهمة ضمير، مهمة كفاحية ونضالية. بنقول للاحتلال إنه إذا سكرتوا مقراتنا وإذا طردتونا وإذا لاحقتونا ومهم عندكم، إحنا مش أحسن من شعبنا، مستعدين لدفع الثمن حتى لو كان ثمن حياتنا. نحن إما أن نعيش بكرامة أو نموت بكرامة. الرسالة الثانية هي دعوة لسائر المؤسسات الأهلية الفلسطينية أن تأخذ احتياطاتها وحذرها وتتعلم من هذه التجربة، وأن توجد البدائل بحيث تكون قادرة على استئناف عملها في أقرب وقت ممكن، لأن مثل هذه الجريمة قد تكررت في السابق، وقد تكون جزء من العودة بعد أن فشلت كافة سياسات الاحتلال، سياسات الإسكات بالتهديد المباشر، بحملات التشهير، بالضغط على الممولين وتجفيف مصادر التمويل، وانخفضت مصادر تمويل معظمنا، انخفضت ميزانيات معظمنا، ولكن عملنا لم يتأثر ولن يتأثر. وبنقولكم وبنعلنها مرة أخرى أنه حتى لو لم يكن هناك أي دولار يصل لمؤسساتنا سوف نواصل عملنا مثل ما عملنا في السابق، وسوف نواصل هذا العمل، ونأمل أن تكون مؤسساتنا الأهلية الفلسطينية التي قدمت النموذج والتي قدمت نموذجا للعالم. وبنقولها أنه إحنا ما جيناش على بوز دبابات الاحتلال، إحنا أولاد هذا البلد، نشأنا منها، نشأنا من رحم الحركة الوطنية الفلسطينية، وسوف نواصل طريقنا كجزء من الحركة الوطنية الفلسطينية، جزء من حركة التحرر الفلسطيني. الرسالة الثالثة هي دعوة لإخوتنا في السلطة الوطنية الفلسطينية بالوقوف أمام هذه الظواهر التي صح المساس المباشر بها هو مساس مباشر بمؤسسة الضمير، وقد يكون بمؤسسات أخرى، ولكنه أيضا مساس بهيبة هذه السلطة، مساس بمكانتها، ومساس بدورها، ومساس بقدرتها على حماية المجتمع الفلسطيني. وهذا يتطلب دراسات جدية ومعمقة وحوارا وطنيا واسعا حول ما يعنيه أننا لم نعد نعترف بالحدود بين ألف وباء وجيم. الرسالة الرابعة موجهة لمنظمات الأمم المتحدة، للمقرر الخاص بالحق في تأسيس الجمعيات، وللأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ مواقف حازمة، وبالأطراف الثالثة اتخاذ مواقف حازمة لهذه الانتهاكات المتكررة والجسيمة بحق القانون الدولي الإنساني، ولا يشكل تكرارها يرتقي تكرارها إلى مستوى جرائم الحرب. والرسالة الأخيرة هي مرة أخرى ندعو المانحين والممولين، وخاصة من تلك الدول التي تتبنى الشريعة الدولية لحقوق الإنسان، أن لا ينساقوا للرواية الإسرائيلية، وأن يشاهدوا بأم أعينهم، ونحمل بعض من سكتوا على حملات التشهير، بعض من سكتوا على، وبدل أن يستمعوا للرواية الفلسطينية يستمعوا لرواية ما يسمى بوزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية. نحن نعرف الدور المخابراتي، هذه كلها مؤسسات مرتبطة بالحركة الاستيطانية المجرمة. هؤلاء يجب أن يراجعوا مواقفهم وأن لا ينساقوا، لأن هذا الانسياق يفتح شهية الاحتلال. ونحمل مختلف هذه الأطراف الصامتة أي تصاعد الذي قد يصل حد الاعتداء الجسدي على أي من المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين.